قصص نجاح منصات تجارة البث المباشر. هناك وجه ظهرت بعض ملامحه منذ السنوات الأولى لهذه الخدمة. أعلنت شبكة التلفزيون الحكومية الصينية CCTV أن جميع منصات البث الرئيسية الترفيهية والتجارية تخضع للتحقيق من قبل وزارة الثقافة الصينية بتهم الترويج لمحتوى مبتذل وجنسي وعنيف، بل ومحرض على ارتكاب جرائم. هناك ترويج في استعمال لكثير من عناصر الإثارة. هذه العناصر الإثارة لها إيحاءات في بعض الأحيان جنسية، بعض الأحيان نتعامل مع نماذج أو مع ممثلين أو مع نساء مثلا بملابس مثيرة إلى غير ذلك من أجل استجداب الزبناء، ويكون إيحاءات جنسية وإيحاءات حول الجسد وحول التعامل مع الجسد إلى غير ذلك، خصوصا فيما يخص الملابس، خصوصا فيما يخص قيم الشياكة إلى غير ذلك. كل هذه الأمور يتم وضعها من أجل خلق أكبر إمكانية أكثر من أجل التعاطف والرغبة في أن يكون مثل ذلك الشخص، وأن تكون مع ذلك الشخص، وأن تكون في حضرة ذلك الشخص الذي يقدم هذه الأمور. وهذا يكون له جانب عامل من عوامل عملية لبسنا. راسلنا وزارة التجارة الصينية والهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الإنترنت في البلاد للتعرف على المعايير السلوكية التي تحكم تجارة البث المباشر، لكن لم تصلنا إجابات. هناك بعض المؤثرين الذين تصل أرباحهم ل 150 ألف دولار في الساعة، ويمكنك تخيل ما يحصلون عليه سنوياً. المشكلة هي أن الرجال الوسيمين والفتيات الجميلات هم المكونات الرئيسية للبيع، لأن الجمهور يريد التقرب منهم، والحكومة الصينية تضع رقابتها على المحتوى فقط وليس الأسلوب. فمثلاً لا يمكنك بيع منتج وتدعي أنه علاج لمرض السرطان، ففي هذه الحالة سيتخذون إجراءات قانونية صارمة ضدك. الأمر مرتبط بالمحتوى وليس الأسلوب. هي رغم أنها طريقة غير أخلاقية، إلا أنها طريقة تزيد بشكل كبير جدا من المبيعات، خصوصا عندما نستخدم هذه العروض الجنسية في تسويق كذلك منتجات إباحية وبيعها في داخل هذه المنصة، حيث أن هذه المنصة وعلى غرار مجموعة من المنصات الصينية تبيع بشكل كبير جدا العديد من المنتجات الإباحية التي لن نجدها في منصات عالمية.